نادي اتحادي رياضي، نادي رياضي اجتماعي ثقافي يضم العديد من الشباب الواعد ممن تحدوا الإعاقة وحولوها إلى قصص نجاح. معنا في الاستوديو الإعلامية في نادي التحدي الرياضي للمعاقين والداعمة للشباب ومؤسسة لحملات تطوعية عديدة تخدم هذه الفئة من الشباب في كل جوانب النشاطات. نعم زميلي عيد، يسعدنا أن نرحب بالأستاذة غدير البطي إعلامية في نادي التحدي الرياضي للمعاقين. حياة الله منورتنا. نوركم. يا هلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا فيكم. يا هلا. الساعة المباركة أستاذة غدير، يعني نبدأ معك في البداية نتكلم عن نادي التحدي. نادي التحدي الرياضي تأسس 2019، تأسس على أيدي من ذوي الإعاقة نفسهم، والأساس كان رئيس التطوع أو رئيس العضو الأساسي في هذا النادي الأستاذ محمد العتيبي، ومن خلاله هم يبي يوصلون أن يكونون دمج في هذا المجتمع. نعم. إيه نعم. نعم أستاذة غدير، من هم أعضاء نادي التحدي الرياضي للمعاقين؟ أعضاء النادي ما شاء الله هم كثيرين، من بينهم خالد المطيري، عندك علي عبد الكريم، فرح الصدي، عندك محمد العنزي، كثير من الأعضاء للأمانة يعني. وكل شخص يختلف إعاقته عن الثاني. نعم. إيه نعم. أيضا ودي أمر على موضوع الدعومات، الدعم الخاص بنادي التحدي الرياضي للمعاقين. نادي التحدي الرياضي للمعاقين مدعوم هو أساسا من الهيئة نفسها، وبجانب عندك وزارة التربية ما قصرت بتوفير مدارس أساس تساعدهم على التدريب اليومي، مثل عندك لعبة البوتشيا وفرت وزارة التربية ما قصرت حق بعض الأعضاء المتواجدين في هذا النادي المدارس المتواجدة حاليا. نعم نعم. إيه نعم. أستاذة، شنو هي أهم المشاريع اللي قام بها النادي خلال هذه الفترة؟ أنا بالنسبة كوني إعلامية في نادي التحدي الرياضي كنت دائما أحرص أن أطلع النادي بصورة جدا جميلة. ومن خلال مسيرتي طبعا أنا رئيسة حملات تطوعية كثيرة. نعم. فما حبيت أن أنا كل ما يصير شيء بالنسبة حق دار الأيتام حق تطوع. نعم. أحط الواجهة الأساسية نادي التحدي الرياضي للمعاقين. جميل. اي نعم. كويت العز هو اسم ما شاء الله اطلق على الحمله التطوعيه، انا ودي اعرف سبب التسميه وشنو الاهداف. كويت العز انا اسستها من قبل ما ادخل النادي. كنت حريصه ان ادعم الشباب الكويتي سواء المتقاعدين او المزارعين اساسا الكويتيين. اطلقتها لسبب ما، لما يعني شخص قال لي ما في احد يدعم المزارعين الكويتيين. فما قررت أني أكون أنا والأستاذ بنواف لحبيل هذه الحملة التطوعية، ومن خلالها دعمنا الأكثر هم المزارعين الكويتيين. نعم. أستاذ. جميل جميل، يعطيك العافية. الله يعافيك. أستاذة غدير، يعني ما شاء الله ذكرتي قبل شوي والحين أرد أكرر أن حضرتك يعني وقتك كله كرستي ويعني عطيتي للنادي وللتطوع. إيه. نادي التحدي طبعا. إيه. شنو السبب؟ السبب هي قصة الأمانة. هي القصة بدت إن شيء بسيط وكبر معي مع الأيام. نعم. طبعا ما كانوا أهلي يدرون أساسا، خصوصا الوالدة، أني كنت أعاني من ورم بالدماغ اللي هو يسمونه تكيس العنكبوتي، مرض نادر طبعا. نعم. ومن خلاله انعزلت كليا عن المجتمع بأكمل. انعزلت يعني فترة طويلة. لما أنا قررت أن أطلع من هذا الشيء. نعم. من خلال أرجع، لأن أنا كوني اجتماعية قررت أني أرجع مرة ثانية حق الحياة، يعني ما يصير أني أنا خلاص يبقى الإنسان أصاب شيء ينعزل كليا عن كل الناس. صحيح. فما من خلال العلاج واستمرار العلاج بدون لا أحد ترى يدري من أهلي نهائيا، وطلعت في مقابلة أخرى ونذكر السبب، وأهلي كلهم هنا دروا إن أنا عالي من ورم بالدماغ للأمانة. ما تشوفين الشر. دامك العافية. أيضا موضوع الاهتمام بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، تركيز عليهم أكثر. للأمانة خلينا نكون واقعيين، يعني المجتمع اللي إحنا فيه مو الكل يعرف شنو هم ذوي الإعاقة. نعم. أو مو مركزين على ذوي الإعاقة، مركزين على أشياء بسيطة اللي هي الإعاقة الحركية والداون. بس لما نسأل اللي قاعد يشوفونه المشاهدين شنو هو الكفيف، ما حد يعرف الكفيف أساسا أو ما حد شاف الكفيف، إلا فقط تلجأ إلى شيء معين تبحث عنه وتعرف أشياء بسيطة عن الكفيف. الكفيف للأمانة يعني من خلال أنا معاهم وقاعد أكرس وقتي حقهم لاحظت أنه
يتزوجون، عايشين حياتهم الطبيعية بشكل أكمل. نعم. للعلم، وما شاء الله يعني بذكركم عندكم الكاتبة الروائية ما شاء الله فرح الصدي، عندكم يعقوب الشمري، نعم، عندكم ما شاء الله علي عبد الكريم ما شاء الله ناشط في قضايا المعاقين، وهو أساسا متواجد في تويتر وعنده مساحة مسميها ديوانية أن يحل قضايا المعاقين. نعم نعم. طبعا الشكر أستاذة حق جمعية متابعة قضايا المعاقين الأستاذة سعاد الفارس. نعم. والأمين السر علي الثويني، هم للأمانة اللي قاعد يتابعون قضايا المعاقين، قاعد يركزون عليها أكثر. نعم نعم. عشان كذي أنا قررت أني نبي دمج زيادة حق هذه الفئة. نعم. نبي نعرف حتى الأطفال، لأن الطفل لما يشوف أحد من ذوي الإعاقة يا أنه يتنمر يا أنه ما يعرف، يعني ما أني نلوم الطفل بس لازم نركز على هذه الفئة. نعم نعم، أنه يتقبل ويعني كاندماجهم في المجتمع، وأنه يكون لهم مثل ما يقولون يعني مثل يكون لهم نشاطهم، يكون لهم دورهم، أكيد يكون أكثر فعال. أكيد. طيب شنو كانت مشاركاتك الأخرى قبل لا تنضمين لنادي التحدي الرياضي؟ أنا قلت لك أسست حملة تطوعية كويت العز، وأنا أدعم كل الشباب الكويتي للأمانة، ومنهم خليني أقول لكم في جروب الحداقة من النساء. ما شاء الله تنزال عين وحداقة وصلت لهم كلها ما شاء الله. ما شاء الله، يعني أنا قلت لهم إن شاء الله راح نذكرون، وذكرتهم للأمانة برنامجكم. فما الصراحة كل إنسان يستحق الدعم، أنا صفة للأمانة خلينا نكون واقعيين، لأن الشباب الكويتي يستاهل. الشيء الثاني في أسرار جدا يمكن أنتم ما تعرفونها بالنسبة حق هذه الأشياء. يعني أنا ما يصير أي أقول أن أنا قاعد أدعم دار الأيتام، لأن هذا الشيء بيني وبين نفسي مثلا. بس حلو أن أنت تقعد في أماكن ينذكر الاسم اسمك وما يدرون أن هذه أنا. نعم. فهمت شلون؟ هذا الحلو، لما تقعد في مجالس عديدة ينذكر اسمي مثلا غدير وما يدرون منه غدير، ما يعرفون وين غدير إلا من خلف الكواليس. أسأل الله يوفقك إن شاء الله دائما. أكيد هناك أستاذ غدير يعني رسائل يمكن تصل للمجتمع من خلال هذا العطاء اللي أنت تقدمينه، شنو هذه الرسائل والدافع الأساسي لها دائما؟ شوف دائما إحنا في حياتنا تواجهنا عقبات كثيرة، خصوصا أنا واجهتني ما قلت لك الانتكاسة المرضية وخروجي من دوامي، أعطاني داعم أكثر أني أنا أثبت وجودي في مجتمعي للأمانة. لأن الإنسان ما يوقف على شيء معين في حياته. يعني أنا نصيحة للشباب اللي قاعد يسمعني والشابات أو أي عمر، يعني إذا حاشتك عقبة في حياتك لا توقف. نعم. كمل حياتك، لأن سبحان الله ربي سبحانه قال اسعى يا عبدي وأنا أسعى معاك، يعني الشيء ما ييلك اللي عندك. فما دائما إحنا نحاول كثر ما نقدر نوصل رسالة مجتمعية متكاملة. نعم. حتى حق الشباب حاليا أن اسعى لا توقف على شيء. صحيح. وأنا ما أيد الإنسان لما يكون في وظيفة وما عنده بزنس، أنا أرفض رفض تام. لا تعتمد في يوم يصير أنا مثلي، يعني طلعوني ما كان عندي بزنس للأمانة، ما كان عندي شيء. فما دائما لما أي أسأل الشخص أو أي أسأل البنية أنت موظفة إيه؟ عندك بزنس؟ لا، سوي بزنس. احتياط كتشجيع. اي نعم. طبعا احنا نشكرك على تواجدك، ونشكرك على الرسائل الجميله اللي قدمتيها، وعساك على القوه على عملك التطوعي. وحياك الله استاذه غدير البطينه، نورتينا وشرفتينا اليوم. نوركم نوركم، تسلمون ما قصرتوا. كل الشكر للضيفه استاذه غدير البطي، اعلاميه في نادي التحدي الرياضي للمعاقين. كل شكر لك وبارك الله فيك. طبعا واحنا لازلنا نتواصل معاكم من خلال برنامجكم برنامج مساء الخير يا كويت زي اليوم. نعم. عيد اقامت جمعيه المهندسين الكويتيه مؤتمر الصحه والسلامه والبيئه برعايه معالي وزير التربيه ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع، بالتعاون مع كليه الهندسه والبترول بجامعه الكويت. يعرف هذا المؤتمر الى رفع مستوى الوعي والترويج لثقافه الصحه والسلامه البيئيه وجعلها مقدمه برامج التنميه الوطنية.